الشبهة الأولى حول دعوة التوحيد، أنتوا ليه جنكم تتكلموا في التوحيد وبتكتروا الكلام مع أنه نحن بنشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وبنصلي في المسجد وبنصوم رمضان وبنحج إلى آخره؟ الجواب، مهما أنت صليت وصمت وشهدت الشهادتين وحجيت ولو 500 مرة حجيت، إيمانك ما حيكون أفضل وأعلى ولا بيساوي إيمان الرسول عليه الصلاة والسلام. ومع ذا كله ربنا سبحانه وتعالى قال للرسول صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ففي الآية دي ربنا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الشرك، هو ما أشرك وهو سيد العابدين وسيد المتقين وسيد المؤمنين، وأمر في الآية دي بالتوحيد مع أنه هو إمام الموحدين أجمعين عليه الصلاة والسلام. يبقى يا جماعة من باب أولى وأحرى أنا وإنت ندعى إلى التوحيد، ومن باب أولى وأحرى ما نخلي الكلام في التوحيد، وبالذات لأنه الآن الشرك منتشر والمشركين منتشرين وهما الأغلب والأكثر. كيف الأغلبية مشركين؟ هاي من قال؟ ربنا قال، ربنا قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الله قال الأكثرية يعني الأغلبية يعني الأكثر من الناس مشركين. وبعدين يا جماعة الشرك بقى عنده دعاة كتار، وبقى عنده وسائل بتاعت إعلام، قناة الساهور وإذاعة الكوثر وإذاعة القبة الخضراء بتاعت الركيني وقناة أم درمان وغيرها من المواقع برضو في النت وغيره، دي كلها قنوات بتاع الشرك وبالأدلة مش سائل. فطالما بقى في دعاة كتار للشرك وبقى في دعوات وقنوات وآليات وتطور الشرك، ده بيتحتم علينا نحن نتكلم في التوحيد الليل والنهار.